قال في الحديث: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. الذي يدعي امرا ليس له، الذي يدعي امرا ليس له ولو حكم له الحاكم ولو حكم له القاضي بذلك، فلا يجوز له ان ياخذه باي حال من الاحوال، وحكم القاضي لا يحوله من حرام الى حلال، كلا. حكم القاضي، القاضي يحكم بالظاهر، له الظاهر، وقد يكون صاحب الحق ليس عنده الحجة والبيان كخصمه، فقد يكون ذاك الظالم عنده حجة وبيان فتكلم فحكم له الحاكم وحكم له القاضي فأخذ ما ليس له، وإن حكم لك القاضي لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تأخذ ما ليس لك. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ليس على هدينا ولا على طريقتنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا فحسب، بل هناك أمر آخر، قال: وليتبوأ مقعده من النار. هذا الذي يأخذ حقوق الناس ويدعي ما ليس له بغير وجه حق فهو ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس على منهجه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم وليتبوأ مقعده من النار. قيل هنا وليتبوأ، قيل دعاء، يعني يدعو عليه بأن يتبوأ، يعني أن يكون له مقعد في النار، نسأل الله السلامة، أن يكون له مقعد وأن يكون له منزل في النار. وقيل أن المراد بقوله وليتبوأ مقعده خبر، وإن كان أمرا يراد لكنه خبر، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من يدعي حق غيره وهو ليس له فإن له مقعدا في جهنم، فإنه له مقعدا في النار. ولذلك هذا الذي يدعي لغير أبيه وهذا الذي يدعي ما ليس له، هذا لا شك أنها كبيرة من الكبائر، فهو إن تاب قبل أن يموت فالحمد لله، وإن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى.